هبدأ دلوقتي أعمل فتة الفراخ. أرجع وأقول تاني، فتة الفراخ ممكن نعملها ببواقي الأكل عندنا. بمعنى إيه؟ عندي من العيد مثلاً، أو أنا مثلاً عملت فتة النهاردة، فتة لحمة، فضل معايا شوية رز أبيض، هرميهم؟ لا مش هرميهم، هركنهم على جنب في علبة وأروح مدياهم معلقة سمنة أو معلقة زيت سندباد كده وأفلفله مع بعضه عشان يبقى مفلفل معايا، ما يبقاش ملكوم، وأروح حطاه في علبة وشايلاه في التلاجة. تمام كده؟ عندي صدور فراخ بايتة مشوية مسلوقة بانيه، هطلع في صدور فراخ سليمة لسه جديدة من التلاجة، كل ده ينفع نعمل بيه فتة الشاورما. كل اللي هحتاجه ايه؟ بصلتين متقطعين شرايح، كام رغيف عيش شامي متقطعاهم ومتحمرين، اكتر من كده مش عايزه. والمقادير معايا على الهوا. مقادير بتقول معايا ايه؟ اربع صدور فراخ متقطعه زي الشاورما، سواء مسلوقه او بايته، اي فراخ ممكن تكون عندنا نستخدمها في الوصفه. معايا غيرهم ايه؟ معايا ثلاث كوبايات رز مستوي بالخل. وليه بالخل؟ هقول لكم ليه بالخل، وهقول لكم طريقته كمان لحبايبنا اللي ما تابعوش قبل كده معانا واحنا بنعمله. معايا خمس رغيفة عيش شامي متقطع مكعبات ومتحمر، معلقه كبيره ثوم مفروم، بصل شرايح، وبقدونس مفروم، وزيت سندباد طبعا معايا هو اساس الوصفه، وورقتين لورا، وعود قرفه خشب، وربع معلقه صغيره حبهان بودر، ومعايا كمان معلقه كبيره بابريكا وملح وفلفل اسود وصلصه الزبادي. مقاديرها ايه؟ ثلاث كوبايات زبادي، معلقه كبيره ثوم مفروم ونعناع فريش مفروم. صلصه الزبادي او صلصه الزبادي معانا النهارده مختلفه شويه، مدخله لها نعناع عشان تبقى الوصفه بتاعتنا برده مختلفه. بصوا كده اول حاجه عملت ايه، عشان الفراخ عندي مش بايته او ما عنديش بواقي فراخ، والفراخ بتاعتي لسه جديده، شويه زيت سندباد مجرد ما هم سخنوا نزلت عليهم بالفراخ، وعلى طول معاها رشه الفلفل الاسود. ليه بعمل كده؟ هتلاحظوا ان انا بعمل كده سواء مع الفراخ او اللحمه. ليه؟ علشان اديها نكهه وريحه حلوه وهي بتاخد الصدمه، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيها زفره بالشكل ده كده اهو. لو انا الفراخ عندي بايته او الفراخ عندي بواقي فراخ هعمل ايه؟ نفس اللي انا بعمله ده، شويه الزيت، بس طبعا مش هحط فيها رشه الفلفل الاسود لان انا مش محتاجاها لان هي مستويه اصلا، بس ممكن اطعمها ببصلايه بطماطميه صغيره بشويه فلفل الوان، اديها احييها زي ما بيقولوا كده. بصوا كده هتاخد لون معايا على نار عاليه، لو وطيت النار هتبك ميه، لو حطيتها على نار هاديه هتبك ميه وتبقى عامله اكنها بقى زي المسلوقه او المستويه. لا انا عايزه على نار عاليه عشان يا دوب تاخد الصدمه، يتغير لونها، انزل عليها بالبصل، استفاد بالميه اللي هتنزل من البصل لكن مش من الميه اللي هتنزل من الفراخ. صباح الفل يا ولاء. الو. صباح الهنا. ازيك يا فيه؟ ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا رب دايما، وانت بألف صحه وسعاده يا رب، ما تحرمش منك. بقول لك انا عايزه ابارك لاختي. اتفضلي طبعا، قولي لي هي اتجوزت ولا اتخطبت ولا ايه؟ قولي لي. لا ان شاء الله في شهر 10 خطبتها. ما شاء الله، ربنا يتم لها على الف خير يا رب. اسمها ايه يا ولاء؟ ايه اسمها ايه العروسه؟ اسمها ندى. ندى، الف مليون مبروك يا ندى، ربنا يتم لك على خير يا رب. الله يبارك فيك يا رب. بقول لحضرتك احنا عايزين في الفرح حضرتك. عايزه ايه؟ عايزينك في الفرح. عايزيني في الفرح؟ ربنا يخليك ويفرح قلبك يا رب. تسلمي لي حبيبتي، ما تحرمش منك، ربنا يفرح قلبها. قولي لي طب عريسها اسمه ايه، ولا عريسها مالوش نصيب؟ اسمه ايه عريسها؟ محمود. محمود، الف مليون مبروك لندى ومحمود، وربنا يتم لهم على الف خير يا حبيبتي يا رب. نورتيني يا حبيبتي. بصوا كده عملت ايه وانا بتكلم في التليفون وبنبارك لعروستنا، حطيت البابريكا وحطيت الثوم والبصل، عايزه كل ده يشرب من بعضه، واللورا والقرفه، اللورا والقرفه بعد ما ياخدوا ما ناخد الريحه بتاعتهم هشيلهم، عشان كده انا حاطه القرفه خشب ما حطيتهاش بودر، علشان انا عايزه الريحه بتاعتها بس مش عايزه كمان اللون. وهسيب اللحم الفراخ بتاعتنا كده، حطيت لها معلقه ملح، كله يهري وياكل مع بعضه لحد ما تدخل في السوى، هي مش تاخد وقت، انا عايزه بس البصل والتوابل بتاعتنا تشرب من بعضها. صباح الفل يا نغم. صباح النور. صباح الهنا، ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله كويسه، انا بحبك جدا. تسلمي لي حبيبتي، تتحرمش منك يا رب. والله العظيم بحب كل وصفات حضرتك. ربنا يبارك في عمرك. جربتي منها ايه وعجبك؟ طب قولي لي. جربت كل حاجه يعني، من كتر مش قادره اقول لحضرتك اي حاجه. تسلم ايدي. بحب كل حاجه بصراحه يعني. والله هي بتطلع جميله عشان بس انت اللي عاملاها. ربنا يخليك. ربنا يبارك في عمرك. اموريني. لا
لا انا كنت متصله بس اسلم عليكي. يسلم عمرك يا رب من كل شر، ما تحرمش منك ابدا. تسلمي لي حبيبتي، نورتيني باتصالك وتشرفيني دايما باتصالك ومتابعتك يا نغم بتاع سلطه الزبادي. اه ما انا عرفت، شكرا. دلوقتي الفراخ بتاعتنا على النار، عايزين الرز بتاعنا اللي هو بالثوم. الرز بتاعنا اللي بالثوم عملناه ازاي؟ حطينا زيت سندباد ورحنا عاملين ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، حطيت فيه معلقه ثوم كبيره، حطيت فيه معلقه ثوم كبيره، يا دوب اصفرت، يا دوب اصفرت لكن ما تاخدش لون، لو خدت لون هتغمق لي الرز، ولو خدت لون هتخلي الرز عندنا ممرر. تمام، يا دوب بس انا عايزاه يصفر، واروح نازله عليه بمعلقتين الخل، وبعد كده انزل عليه بالرز. تمام كده. تين عملنا الرز ازاي؟ حطيت شويه زيت سندباد. وليه مستخدمه زيت سندباد في الوصفه؟ علشان يديني تلميعه ويديني فلفله للرز. تمام، رحت حط عليه معلقه الثوم الكبيره، ورحت طشاها بشويه الخل، وبعد كده رحت عامله ايه، منزله عليها الرز، شويه الخل اللي انا هحطهم او معلقه الخل الكبيره، مش هضطري لي الرز، علشان شايفه في افكار كده بتدور في دماغكم دلوقتي، طب ما هو هيعجن الرز. لا مش هيعجن ولا اي حاجه خالص، معلقتين الخل مش هيفرقوا في الرز، بس هيدينا تطعيمه مع الثوم حلوه قوي. اتشوح عادي مع بعضه، وبعد كده رحنا حاطين له ملح وبس، هيدينا لون شاهي، في نفس الوقت هيديني تطعيمه للرز اللي هي بتاع الفته. حتى لو احنا بنعمل الفته باللحمه او الفته المصريه بتاعتنا او ايا كان الفته اللي بنعملها ايه، نعمل الرز بالشكل ده بيدي تطعيمه مختلفه تماما عن الرز العادي. وبعد كده بنسويه، بنحط له العقد بتاع الميه العادي بتاعه، كوبايتين الرز عليهم 3 ميه علشان يطلع معانا مظبوط. نيجي بقى دلوقتي اهي، نشيل القرفه واللورا اللي احنا عاملينه، ونبدا ننزل كده بالفراخ. نجيب حاجه تانيه غير دي نغرف بيها. لسه عندنا الصوص بتاعنا. الصوص بتاعنا عباره عن ايه؟ عباره عن 3 كوبايات زبادي اللي هم اللي عند اللبان او اللي عند السوبر ماركت، وهنحط عليهم معلقه ثوم، ملح، ونعناع مفروم. مش عايزه ولا فلفل اسود ولا اي حاجه، انا عايزه استفاد وعايزه اشم ريحه النعناع وانا باكل. نشيل ورقه الرولة دي كمان، نحطهم بس عشان يدوا ريحه ويدوا تطعيمه بالشكل ده كده. برضو قلت لو عندنا بواقي فراخ هنستخدمها، ما عندناش ما فيهاش اي مشكله، هنعمل اللي هي الوصفه جديده. اعمل الصوص بتاعنا على طول كده، ادي الزبادي وادي الثوم وادي الملح، مش عايزه فلفل اسود ولا اي حاجه. صباح الفل يا رماس. صباح الخير يا صباح الهنا، عامله ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. انا بحبك قوي يا شيخ، ربنا يبارك في عمرك يا رب. تسلمي لي حبيبتي، الله يخليكي، بعشق اكلك قوي. تسلمي لي حبيبتي، تتحرمش منك يا رب. تسلمي لي يا رب يخليكي. اموريني. لو سمحت ممكن عمل طريقه المكرونه البشاميل؟ عيوني حاضر، ليك اي طلبات تانية؟ لا شكرا، الله يخليكي، نورتيني حبيبتي. عيوني عيوني ليكي، تأمريني. ادي الصوص بتاعنا اهو، كل اللي حطيته عليه اللي هو الملح والثوم، ما حطيتش توابل زياده علشان انا عايزه طعم الزبادي وطعم النعناع يبان، بس انا مش هحط عليه حاجه اكتر من كده.